بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور عمرو أبو رحمة، أستاذ مساعد جراحة الأوعية الدموية في جامعة طنطا. طبعاً بالنسبة لجراحة الأوعية الدموية، ده يعتبر فرع من فروع الجراحة، وبدأ الحمد لله ينتشر انتشار كبير في مصر، وبدأت الناس تعرف يعني إيه جراحة أوعية دموية. فأنا أحب أوجه رسالة للناس اللي بيعانوا من السكر عن خطورة القدم السكري، وإن القدم السكري دلوقتي علاجها يعتبر جزء أصيل من التخصص بتاع جراحة الأوعية الدموية، لأن كل مشاكل السكر في الأول وفي الآخر غالباً بتبقى فيها مشاكل في الشرايين، ممكن يبقى فيه انسداد في الشرايين أو ضعف في الشرايين، والضعف ده هو دايماً بيحتاج لدكتور جراحة أوعية دموية علشان نعمل تسليك وبنعمل الحاجات دي. كان زمان بنلجأ للجراحات التقليدية عن طريق إن احنا بنفتح الجلد وجراحة تقليدية. دلوقتي الأمور اتطورت إن احنا ممكن نستخدم القسطرة التداخلية في علاج قصور بتاع الشرايين، ده بيبقى عن طريق حاجات ببنج موضعي، ما بيبقاش فيها بنج كلي ولا حاجة، والمريض ممكن يعمل الإجراء دوت الصبح وبيروح آخر النهار. وده طبعا إن أغلب مرضى السكر وأغلب المرضى بتوع القدم السكري دول بيبقوا ناس كبار في السن، بتبقى عندهم مشاكل بالنسبة للبنج الكلي والكلام ده هو، وبرضك نتيجة الجروح والحاجات ده هي، فإحنا بنتلافى الحاجات دي كلها في القسطرة التداخلية. برضك أحب أوجه رسالة للمرضى اللي هم عندهم القدم السكري، إن لازم يكشف بصورة دورية، ولازم يفتش في رجله كل يوم، علشان لو في أي مشكلة أو أي حاجة الحاجات دي لما بتتلحق في الأول بتفرق كتير جداً مع المريض. ونتمنى الشفاء للجميع، ونتمنى النجاح طبعا لمؤتمر الـ AVC في اسكندرية، بالتوفيق ان شاء الله.